هذه السنة مشارك معنا 191 مشارك من 27 دولة من مختلف أقطار العالم. وهذه السنة كتميز بأننا عندنا تقريبا 35% من المشاركين هم مشاركين مغاربة، وهذا فخر لنا ونجاح لنا بحكم أن احنا كنشوفوا أن المجهودات اللي تنعملوها باش نجيبوا التقنيات الجديدة للشركات المغاربة هنايا في المغرب شفناها اليوم في هذا الصالون. هذا كنا بديناها في الزيد في النسخ السابقة، ولكن الحمد لله كنشوفوا على أنها أعطت الأكل ديالها، لأن الشركات المغربية اللي مشاركة معنا عندها تقنيات حديثة، وهذا فرحنا ولات هاد الشركات هادو كيشاركوا كينافسوا الشركات الأجنبية العالمية.